قام وزير الشؤون الإسلامية السعودية رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بجولة تفقدية للوقوف على جاهزية المرافق بمنطقة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام. كما دشن وزير الشؤون الإسلامية السعودية مشاريع الصيانة والتشغيل لمساجد مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة وعدد من المرافق الخدمية بمشعر منى. امتدادات ولله الحمد اكتملت 100% في المشاعر من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وجميع المساجد هيئت بجميع ما تحتاج إليه من تكييف ومن إضاءة ومن فرش ومن مياه ومن تنقية الهواء وجميع الأعمال المناطة بوزارة الشؤون الإسلامية. الآن نستطيع نستقبل الحجاج في أي وقت كان وفي أحسن حالات الاستعداد بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل التوجيهات والدعم الكبير الذي يدعم الوزارة بها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، والمتابعة المستمرة من قبل سيدي ولي العهد الذي يعمل ليل نهار منذ أشهر ويوجه ويتابع الأعمال التي تعنى بخدمة ضيوف بيت الله الحرام والقادمين لأداء هذه الفريضة الكبرى الحج.